أكد منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية محمد أنور اختيار مركز ومدينة القنطرة الشرق والتي تضم قرى الأبطال والسلام للمبادرة الرئاسية. وأوضح أنور أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يجرى تطوير نقطة إسعاف ومركز شباب في قرية الأبطال. المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية قرى شرق القناة مركز العنطرة شرق، احنا هنا بنشتغل على قرية التقدم، قرى أربع قرى أم رئيسية التقدم والأبطال والسلام وجلبانة ب 37 تابع و12 قريه فرعيه، بنسب انجاز في مجمعات الخدمات الحكوميه بتتجاوز 80%، مجمعات الخدمات الزراعيه تقريبا وصلنا لنسبه انجاز 65%. بنشتغل على 6 نقط اسعاف انشاء جديد، بنحاول نقدم اقصى استفاده لاهلنا في الانطره الشرق هنا من خلال 11 محور شغال عليه مبادره حياه كريمه. وتشمل الاعمال في داخل المبادره بالنسبة لمياه الشرب، عندنا مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بإجمالي أطول 130 كيلو تم تنفيذها بنسبة 100%، وإنشاء عدد 3 خزانات أرضية، الثلاث خزانات أرضية دي ساعة الخزانات 500 متر مكعب وتم تنفيذها بنسبة 95%. احنا نشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي هي مبادرة كريمة، برضو يعني في جميع الكرة دلوقتي كله بسم الله ما شاء الله شغال، والحمد لله يعني ربنا يبارك لنا فيه ويطولنا في عمره يا ربي.